اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بغيت نقول لكم كنعتذر منكم بزاف على التاخر الكبير، ولكن اخوتي كنا تنخدموا دي بروجي اللي كاين واحد المشهد في مسلسل حياه في التلفازه المغربيه، كاين واحد فيلم سينمائي ان شاء الله، وكاين بزاف لي بروجي في يوتيوب. وبغيت نقول لكم اللي بغى يربح الفلوس عن طريق تشجيع فوق يدخل وانكس بيت، غادي نخلي لكم كود برومو هنا اللي هو انا الزاد، وغنخلي لكم ليا في اول كومونتير. دخلوا واختاروا الفرقه اللي غادي تشجعوا، وبطبيعه الحال الا دخلتوا الكود برومو غادي تاخذوا على اول دفعه 130 دولار هديه. وبالنسبه للفيلم اخوتي، غادي تشوفوا واحد الفيلم اللي في واحد ستيل وحده اخر اللي ما كيحكيش عليا انا 100%، بل هو مجموعه ديال القصص ديال بزاف ديال الناس اللي كيديروا افلام قصيره وكيتقاتلوا في الافلام القصيره وعندهم محتوى زوين في الافلام القصيره. جمعت بزاف ديال المعاناه ديالهم وحطيتهم في هذا الفيلم، واحد الفيلم اللي غيعجبكم بزاف وفرجه ممتعه. للكامل وانا كنفكر مبغاش يديني النعاس، واش غنوصل في هذا الميدان ولا ما غنوصلش، واش نبدا فيه ولا ما نبداش. بزاف ديال الافكار كدور في راسي، فقت الصباح كل امل وعزيمه باش غنبدا في هذا الميدان وغنتقاتل حتى نوصل فيه. قول لي يا اسامه، ما كاش شترتي مفاتيح الحول؟ السلام عليكم الخوت. السلام. هاني بخير. الله يلا بخير الحمد لله. انت فين غبرتي انا؟ احنا مع الدنيا خويا ياسين. ان شاء الله قريبا نبدا ندير افلام قصيره ان شاء الله. افلام قصيره؟ ماك باغي تشوه بالحومه ولا شنو؟ انت مالك سوقك، خلي الدري يدير افلام قصيره مال. حتى واحد ما كيديرهم في هذه الحومه خليه يوصل ميساجات. مالكم اصاحبي لكم هذه الحقره هذه مالك؟ علاش دابا اللي شيدير افلام قصيره تيشوه بعباد الله؟ شوف اخويا انس ما داش هذا السلبيه، هذا تابع فاتيح الحوله وهذا ما شفتش. شوف اخويا الا بغيتي تمثل بلا ما تعيط لنا نجيو نمثلوا معاك، وداك التخربيق ديالك قد ضحك فينا اصاحبي ولاد الحومه. خوتي الا كان هو كاع ما غيعيط لك انت اصلا، انت خليك مع الجهه راسك سير اخويا بحال دابا. الا كنتو نتوما تديو على هذوك اللي تيحطوا لي باش يديروا الشو، ماشي كلشي بحال هكا، كل واحد وافكاره كل واحد وداك الشيء ديالو. احنا افكارنا مشات بعيد، سير اخويا ربي يسهل عليك. خوتي الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. نتلاقاو خويا، ما شوف بون كوراج خويا، بون كوراج. بدا شي حماق انت سكسو مات هي مات انت راه محمقه كا فاتيحه انت، هو بعدا راه كيحماق مع داك الهيت ديالو قارن مصاحبه. فاتيحه تبغي واش تبغي؟ السلام عليكم اختي هاجه. السلام. صافا بخير؟ بخير. بغيتك في واحد البلان اللي كان ممكن. شنو هو هذا البلان؟ المهم وليت كندير افلام قصيره وبغيتك اللي كان ممكن تمثلي معايا. شنو هو افلام قصيره؟ لا لا شوي انا مع صحابي. علاش نشوك عادي تمشي لذاك الشيء اختي؟ لا لا ما عنديش مع داك الشيء وصافي، داك الشيء بيني وبين غير الثقه. المهم اختي سمحي لي، شكرا. لا ماشي مشكل، افلام قصيره هما اللي بقاو. زريقه وابلو فين هادشي؟ هاني بخير. شي كلام هاني قولي يا خويا، ما كتبش انا خويا دري بغا ندبروا على راسنا، ما كتشوف لنا شي موطور بالرجول. كاين واحد خونو كان يبغي لكم تلحقوا ليه صيف اخوش. راني ندبروا عليه، حنا راه نركبوا فوق الماكينه ندبروا على راسنا، هذه حاجه باينه. والخو داري ديك داخل عليها، داخل عليها على حسابي وصافي. منين هكا انا نمشي معاكم عنده، وكان في الاخر لافير ديالكم ما تلوح لي الباي ضروري. حلاوه ديالك شحنا شنو نساو يا لا مشي واخا يطول. وهذه هي البدايه ديالنا واول تورناج لينا. دابا داز سيمانه باش لوحنا الفيلم، واليوم كنتسناو باش يوصل الألف في واحد الفرحه اللي كبيره. السلام عليكم امو يمشي. السلام عليكم اوليدي، وفين كنتي غابر؟ وكنت المهم شاف الحومه تنصور واحد الفيلم مع الدراري. واجي وليدي بغيتك تجلس حدايا نهضر معاك في هذا الموضوع. مرحبا مويمشي. مالك يا مويمشي؟ وانا وليدي راه خايفه عليك من هذا الدومين هذا، واش وليدي قادر تحقق فيه شي هدف؟ وا مويمشي ما عندك علاش تخافي، اللي كامل وانا كنفكر وكنشوف المؤهلات اللي عندي واش قادره توصلني لداك الشيء اللي بغيت. لقيت بلي بزاف الناس وصلوا في هذا الدومين ما عندهمش حتى ربع من داك الشيء اللي عندي. يعني الحمد لله ربي عطاني واحد الموهبه في التمثيل وهادشي اللي كنقول بانني قادر نوصل. شوف اوليدي غنصحك نصيحه لله في سبيل الله، انت راك ولدي وعزيز عليا، زيد اوليدي الا قديتي على الدومين غير زيد فيه، غير انت دير في بالك اوليدي راه المشاكل غتلقاها قدامك. نصيك وصيه ما تستسلمش، ثق في راسك وتقاتل، ربي غادي يسخر لك وغتوصل باذن الله سبحانه وتعالى. كوني هانيه ام يمشي، ان شاء الله غنتقاتل وغندير كاع داكشي اللي في جهدي. ومن هنا بديت طالع درجه بدرجه للحلم ديالي،
وكاين ضروري غادي تلقى المشاكل في طريق الحلم. كيفاش اخاي انس اخاي بقاو ديما هنا ما صافي واحد القيطه بالزربه هنايا بالسكاش نمشيو للحمر خا نكملو صافي يلا توكل على الله. فاش غنكون صافي سي خوسي 3 2 1 اخونا عطاني 1000 درهم ما اكره ولا صاحبي على 1000 درهم والله حتى 1000 درهم واش هاد الصداع هذا اش هاد الصداع شعندنا ياك لاباس ما هنا اخونا صافي واحد القيطه بزاف دابا غنمشيو ثاني عندكم رخصه باش تصورونا لا ما عندناش اخويا يلا تقعد علي سير من هنا ولا ما يعجبكم حال اسمح لينا طفروا حتى الاذاعات باقا غانتوما اسمح لينا يلا تحركوا نجيب لكم بوليس سيروا بحالكم مزيان تبارك الله يعوذ بالله مش طار راجل دراري اليوم مبلبلوه مشي يا شيخ حيبار الدراري حبسوا الدراري الصغار شيبان الدراري عافاكم واحد شوية الله يسهل عليكم دراري متحيدوش من هنا مشي واحد يصور واحد دار فهمت لينا دراري دابا شنديرو زريقه مع هذا يلا نمشيو نبدلو شي قنت اخر ونصورو خي انس اليوم نخدمو انا وليدك خي واه خويا دري عندي شي غرض مع الوالده واه عندنا كندير سمير 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 خويا خويا والمرضي قول لي يا خي بابلو كي جاك هاد الفيلم فيلم هربان خي سرقة ديال الميريكان ولكن رسال باش تكشف صعيب باش تطبق في هاد البلاد اخويا علاش ماك خيبا خصنا اخويا الامكانيات فينا هي رانج بغينا نصورو في السبيطار فينا هو اللي عطاك اللبسه ديال الفرملي بغينا نمشيو لشي كوميسارية شكون اللي يتعاون معاك بصح اخويا بابلو واش كنت تنكشف كاع ما رديت البلد العيبات بلي خصنا نصور السبيطار تخيل دابا كون كانوا عندنا هاد الامكانيات كيطلع هاد الفيلم اللي صورناه يطلع شي حاجه الحماق ولكن خويا شكون اللي غيعطيك هاد الامكانيات هادو شكون اللي غيعاونك وي شنو دابا الحال اخي بابلو نرجعو اخويا نصورو كما كنا كنصورو صافي هذا هو الحال الله يدير لي فيها الخير وصافي اخي جلال هذاك الشيء اللي كاين واخويا زريق انت بالصباح عاصر علينا دابا راه 11 ونص دابا بدات شي معنا 10 اخويا الزوايا ماشي الخاطر انا درت العشاء العشاء لقيتيني هنا باقيين واحد جوج ومن باقيين عاصرين علينا ما جاوش شكون اللي باقي ما جاش اخي زريقه باقي الدبي ياسر من الموطو وباقي واحد الدبي ومن بعد الله يوم اخويا دابا يجي ورا عندي ما يتدارس اش تقول بحال هكا الزوايا بحال انا اللي داير هادشي انا من العشاء وانا هنا اخويا شكون جوني هاد الصباح هذا خويا زريقة نسيت كخويا زريقة اسمح لي وانا في لي صور معاك وندير هاد العشاء حلوة خويا اسمح لي ناري اخويا ما ماشي جاوبش ويلا على ما تيجاوبش ولينا قراو دا حنا دابا ولا شنو عيط له اسامة نشوف شنو نديرو نمشي في حالة نصور على الدرية شي نشوفها الو انس الو فينك وقلنا 10 ونمشي 11 ونص هادي باقا ما جيتي صافي انس انا غلبني النعاس انا نجي دابا انا نشد الطاكسي ونكون عندك وصافي صافي الله يساعدك داي شي نقاو هنايا صافي كوناني انس صافي واخا انا دابا نكون عندك يلا نار كحلت معاه يا صونين على الدبية يا قالت لك يا جاي نتسناو شوية خويا الزول نتسناو على الله اهلا اش دايره لاباس بخير شك تعاودي مزيان الحمد لله بخير انت فين جاده والو لقيت انا غادا نمثل واحد الفيلم مع واحد الدري كيقولوا له زريقه ويلي اصاحبتي منيتك فيلم قصير يلا يلا معايا كاين واحد عيد ميلاد ناضي نشبعوا عاد ضحك ونشاط عيد ميلاد ناري اختي شهيتيني ولكن اصاحبتي رخفت الدري تقلق عليا شنو هي يتقلق عليك يعاود المخو ما تبقايش انت قاعد تجاوبي في التليفون وهني الوقت صافي نعود الراس يلا نمشي شنو اخي زريقه السعد زدت دابا بقات الافلام القصيره لا والو نمشي في حالي قاعد اخويا زوال انت نعيط ليا مامي ما جاو شنو دير بي انا يا اخو صافي اخويا شاء الله عشير ولكن هادشي كامل
ما حبسنيش، خلاني نزيد نتقاتل وتزيد الإرادة ديالي تكبر. شتيت البلان ديال الزريقة هادي؟ مالو؟ شهر أخاي ولاو عباد الله تيتصوروا مع صدقات لي في الأفلام القصيرة. وي هادشي اللي وليت تنشوف أخويا هو تيتصور ويتشهر وحنا محشرين هنايا. وهادشي اللي تنشوف ما فهمتش والو أنا. أش فيها أخاي؟ خاصنا نشوفوا لي شي بلان أخاي. وصافي أخاي عرفتي شنو؟ كان واحد البلان زواوي. أما هو؟ التليفون غنضه صافي. التليفون اللي تيصور به؟ التليفون اللي تيصور به غيتضهص فيه باش يحبس. مزيان عندي ليا واحد خونا ناضي تاني. واه. حتى سميتو أيوب. شي واحد ناضي كدا. ناضي فيه. وشوفنا معاك داك كابر الطاني ديالو شاف. إيه التليفون تيصوني ما شنو هاه. الخويا أسامة. وفين أيوب هانية؟ واش كفو واحد البلان؟ مرحبا خويا شنو هاد البلان هذا شنو فيه؟ واحد الدري عندنا في الحومة تدير أفلام قصيرة وبغاك تحيد ليه التليفون. مرحبا خويا، لو ما كانش دير أفلام قصيرة نراش نعيش الواقع، دير فيهم طويل. وصافي سير على الله راك تما. شنو قال؟ انت الدري ناضي واش تعرفني شنو دخل على الخاوي أنا خي أسامة. الله ناضي. لا جوج واحد أكسيون. خوتي أجبر بلاش علينا ونضربوا آخر ضربة. واه اش قلت لي يا بابلو تليفون خسر تشخشخ اخويا زرقة التليفون مبقاش خدام سلام يا خو اسامة هاني مزيان الحمد لله شي جوان الله يعفو على كل شي حاجة تدخل فيها لا كعارف العفو جوان سير صاحبي عندي شي لك زريقه شري لك جوان ياك جا كتصور معاه وتصور ليه حيد حيد هنا حيد الدك خدنا مع الرجال سير قال عليها مزيان سير هاي سير شبان لك عطيتك شي طريفه مزيان لا كان واش نعاود معاك فيه شنو شي ميسيو دابا انت شير زريقه وانت تريح معاه وانت تصور خويا يعني عارف مود باس ديال لاشين ديالو من بعد اش بان لك اخي نعطيك شي 50 غرام زوينه وتسري لكم بقى ندبرك بجويناش كل نهار تعطيني مود باس ورا ليا وريني ونعطيك انايا لاكارت ميموار يلا معايا ونبرع الشير عاش اخشي اي كمان هاد النحس اللي تابعني وانت بدينا غادي ندوجا دابا هو مشى تشيفو مش كنا شنصور عين بنادم خايبه ما فهمتش واش انت اللي حيدت شي فيديوهات من القناه ديالك ما حيدت شي حاجه اخويا جالي لا مش حمقني شي صاحبي انت شوف الساعه شي واحد يكون دالينا لاشين شي زهر شي زهر خويا شي واحد يكون دالينا لاشين واه خويا مشى نغير بحال حقد هذا ديكور مالك وليدي ما مالي والو امي يمشي ما عندي ظرف حتى شي حاجه في الدنيا ما تقولش وليدي بحال هكا قول عاود بالله نشطر راجلي مالك امي يمشي ما عارفه مالي مالك ما عندي ظرف حتى شي حاجه امي يمشي عارفه شحال الميادين داو حتى شي حاجه مبغات تهثاو ليا ما عرفتش علاش واخا ديما تنتقاتل بنيتي هو الطومين دخلت لي وتنتقاتل واخا كاع داكشي اللي واقع لي اليوم في الصباح جا شفار دري تليفون تبعناه لا حوت هرس موالط لاشين تختاوقات ما فهمتش انا ما عندي ظرف حتى شي حاجه كنا ما تجنيت لا وليدي الله ينجيك ليا لا حول ولا قوه الا بالله شوف وليدي الدنيا هي هذه شوف الدنيا راه غير لعبه راه ما فيها لا ربح لا والو شوف الا بغى الله سبحانه وتعالى يعطيك راه الريح يحطب ويجيب ليك ها وليدي كون على يقين دابا ربي وليدي الله يرضى عليك وليدي راك عزيز عليا وغالي يا وليدي عزيز عليا وليدي ما نخبغيش وليدي نخسرك وليدي الله يعطيك الرضا وليدي شوف وليدي شوف راك شوف كتألمني وليدي وكتبقى فيا بزاف الحبيب ديالي اللي يخطك عليا شوف ربي غادي يدير لك تا ولدي الخير انا فيما نصلي ندعي معاك وفيما نقرا القران ندعي معاك وفيما نستغفر ندعي معاك وراه عندي وليدي غير انت وليدي اللي يخطك عليا وليدي اللي يخطك عليا وليدي يخطك عليا وليدي فيرضى عليك يا وليدي المهم انا نغسل وجهي وصافي ونغسل وجهك وليدي يا وليدي نوض نعطيك يا ربي دابا ربي يدير لك شي تاول دابا شوف الله كبير الله كبير الله كبير شوف وليدي الله يرضى عليك نوض وليدي نوض غسل وجهك نوض وليدي الله يرضى عليك غسل وجهك نوض
ولكن كيقولك الدبل مكتقتلكش كتقويك. نهار جديد، حماس جديد، إرادة جديدة. غنتقاتل وما غنستسلمش، ما غنخليش الأعداء فرحانين حيت وصلوا للمبتغى ديالهم. غنرجع من جديد. أنس، السلام عليكم. واحد دقيقة أخويا أنس. فين أخويا أمين؟ صافا عليك؟ كيف حالك أنس؟ صافا بخير أنس؟ الحمد لله أخويا، ربي يخليك. العائلة مالك؟ ما خاصك شي خير؟ لا أخي أنس بصراحة ما نكذبش عليك، أنا جيت اليوم راه تنتسناك على قبلك. ماشي بصراحة سمعت داكشي كاع اللي وقع لك أخي أنس. نتايا إنسان زوين وولد الناس، خاصنا نموتيفيوك ونعاونوك ونشجعوك باش تزيد القدام. عتمات بالقناة ديالك تخترقات وهادشي ما عجبنيش بزاف. ما يبقاش فيك الحال أخي أنس، كاينين اعداء النجاح، اي واحد كيشوفوه غادي طالع تيبغيو يهبطوا. صح اخويا عمي، ما فهمتش علاش داو لي بحال هكا، ما مادي حتى شي واحد بشي حاجه اخويا. ما تيهمش، ربي كبير سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، يكذب عليك كاذب. داكشي علاش انا اليوم هنا باش نوقف معاك ونساعدك، كيف ما انا وقفوا معايا بزاف ديال الناس اللي عمرها ما غننسى خير ديالهم حتى نبغي نموت. اي انس، اليوم بغيت نعطيك واحد الكادو اللي هو هاد الكاميرا هذه. انا اخويا انس، هاد الكاميرا هادي عزيزه عليا، كانت جاتني كادو، ولكن الناس اللي عطاوها ليا بغاوني ندير بها الخير، وانا هاد الكاميرا ما غاديش نحتاجها. انا في الميدان ديال الطب، وانت راك عارف المهنه ديالي ما غاديش تصلح لي انني نخدم بهاد الكاميرا، ما كاين لاش تبقى محطوطه، خصني نعاونك بها. ها هي اخويا انس هاد الكاميرا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالك ونكونوا عند حسن الظن. شكرا بزاف اخويا امين، وحتى انايا على هاد الكادو اللي عطيتيني. تنواعدك باللي غادي نحط شي حاجه اللي في المستشفى الكبير، وشي حاجه اللي غتفرجك لا انت لا العائله ديالك ان شاء الله. خي انس، انا تنتفرج فيك وكيعجبني المحتوى ديالك. الله يسهل عليك. وحتى هما الدار تيتفرجوا فيك، داكشي علاش انا ما عجبنيش داكشي اللي طرا معاك، وكيف ما كنعاود نقولها لك، الله سبحانه يمهل ولا تهمل، ما توقفش، كمل في المسيره ديالك. وعلى ذكر هذا الشيء هذا، غادي تمشي عند خونا العربي، راني وصيتو عليك. ما تضرب الحساب لحتى شي حاجه اللي في حي شماعه، راه غادي يرجع لك القناه ديالك وما تعطيه حتى شي حاجه، راه كلشي على حسابي. الله يسهل عليك اخويا امين. شكرا بزاف والله يتقلال الناس بحالك اللي زعما اللي شديو بحال هاد لي جيست مع الدا. والله هذا واجب، عم ينسالك هاد لو جيست اخويا امين. تحياتي ليك. تبارك الله، تبارك الله انس، تبارك الله. والحمد لله، ربي كبير وما خيبنيش، رجعت لي القناه وبديت الخدمه من جديد، ولكن هاد المره بنيفو كشر وبمحتوى كشر وبماتيريال حسن، وبديت طالع عاوتاني درجه بدرجه نحو طريق الحلم ديالي، وكنتحدى كاع الصعوبات والمشاكل اللي كنلقى في طريقي. واليوم قدرت نوصل 100,000 ابوني وجبت الدرع، وقدرت نخلي كاع الناس اللي كيحبوني فرحانين ومفتخرين بيا. قول يا خاي ديالي، كيفاش البلان ديال خونا ناصر؟ حنا بغينا نطيحو كدا وهكا، وحيدنا له تليفون، ما خلينا ما درنا ليه، وعاد ما زايد صاحبي في داك الشيء ديالو. ومن الشيدي تدير افلام قصيره ياك سالم؟ حتى حنا اجي نديرو افلام قصيره، هز التليفون صوره وحنا تشهرنا ودرنا الفلوس. وايلي زعما نغطيو عليه اصلا؟ نغطيو عليه مالاش فيه، وصافي ندخلو عليه اخي. وداك الشيء سال ندخلو عليه. صافي داس بلاك زريقه. واحد دقيقه. مرحبا اخويا. السلام عليكم. السلام انس، بخير هاني؟ الحمد لله بخير. انا من لي فان ديالكم، كنقدم لك راسي مراد من قنيطرة، مقاول. شرفي. وراه تبارك الله عليكم، والله الا داكشي اللي كديروا تبارك الله تيعجبني، واصلا افلام قصيره ما كانش داخل ليا في البال ديالي، ومنين شفت واحد الفيلم ديالك تبارك الله راه هذاك الشيء روعه والله. لا لا خير بعدا هاني وداك، ممكن واحد التصويره معاك. مرحبا ليا شرف ان يعني انسان واصل بحالك وتيتفرج فينا، ليا شرف كبير اخويا. مرحبا خويا. مرحبا والف مرحبا. والحمد لله ولات عندنا واحد الشعبيه كبيره في المغرب وحتى خارج المغرب. انا هو الذهب، واللي بغى شي حاجه مرحبا. لا ودرقيه هو الذهب، ولكن قول لي ولد رقيه. انس خير اخويا عبد الرحيم؟ والله لقيتيني تنتفرج فيك. هاني بخير. الله يسهل عليك اخويا عبد الوهاب. تبارك الله عليك. الله يسهل عليك. تبارك الله عليك، زعما داكشي اللي تدير زوين، محتوى زوين. الله يخليك خويا. والله تنتفرج فيه انا والوليدات وما الدار. الله يخليك. الله يخليك. شرف ليا هذا خويا. هذا يلاه نحتيه.
حمد كوش ما يلا لحنا اخويا غنمشي دابا غنتفرج فيه انا والوليدات. الله يسهل عليك خويا. الله يسهل تبارك الله، شرفتوا المدينه وشرفتوا المغرب كامل شرفتوا. الله يسهل عليك خويا تبارك الله عليك انت والجروب ديالك زعما راه ربي يخليك. وشوف الا احتاجيتي لي احتاجيتي الدار فين تمثال ولا هذيك مرحبا بك، داري راه مفتوحه. الله يسهل عليك خويا عبد الرحيم، شكرا بزاف اخويا. عاودي وتبارك الله عليك. الله يسهل عليك خويا عبد الرحيم، شكرا. سلم لي على الوليدات. الله يبارك فيك الله يحفظك. ما شاء الله يا رب تجعل وليداتنا بحال هاد الوليدات يا رب. كيفاش البلان اخي عبد الرحيم؟ تدعى مع زريقه وحنا كاع ما تدعى معنا، وحنا زعما تنديروا افلام قصيره، شجعنا. شنو تديروا افلام قصيره؟ وتديروا داكشي هاد التخربيق اللي تيديروا الافلام القصيره وتستافد منهم وتيكونوا عندهم ميساجات زوينين. واش اللي دار ليه الجنويه تيدير افلام قصيره؟ نشد انا تليفون وهز الجنويه باق 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 اداء فيلم قصير. سير اخي عبد الرحيم، نتوما راه مش تعرفوا الفن، هذاك الفن ديالنا حنايا، هذاك راه الفن ماشي الفن. السلام انس. وعليكم السلام. بخير مزيان الحمد لله. اخشي حاجه انت بخير؟ الحمد لله. بغيت ندوي معك شي حاجه. مرحبا، شنو هي الحاجه؟ صراحه انا وديت افلام قصيره وليت كنشوفهم دابا وكنتفرج فيهم وكيعجبوني وماكرهتش ندير معك شي فيلم. في الاول فجيت عندك باش دير فيلم، قلت عليا غيضحكوا عليا الناس وصحابي وهادي، دابا باغا تمثلي على المهم. اخشي اللي غادي نقول لك، دفع السي في ديالك الاكرام ان شاء الله يكون خير. هلا اختي اكرام، وفين هو بابلو؟ شنصوري اللي ما تيجاوبش. واه انا شنتسناكم في الحوم. نبداو دابا اختي. صافي يلا سي على الله. السلام عليكم. السلام. فين اخويا اسامه؟ هاني بخير. الله يحن عليك. بخير عليا. الله الحمد لله. الله يحن عليك. بغيت نقول لك اخي انس الشهدره. مرحبا. برضو زول اخي هذاك المحشى ولا شد الدراري شي عجبنا وكذا. راه داك اسامه اخويا ولا ماشي حاملك شغل مدخلنا حنا عليه. ما فهمتش اخويا علاش تمن حاملنيش حاقد علي ما درت لي حتى حاجه. وداك السيد انا براسي ما بقاش عارفه كاع اصاحبي، علاش يبقى يهدر في خير؟ مشينا شغل كازا كذاك الدراري ديال كازا تيشكروك وكذا. ولا شي يسلموا عليك وما كاين الاكون يا اخي. الله يحن عليك. نضربوا شي تصوير مع ولد حومشي وكنا نخليوه في الديك يا اخي. مرحبا اخويا. الله يحن عليك. مرحبا ولد حومشي شانشات. والحمد لله بسبب العزيمه ديالي والاراده ديالي والقتاليه ديالي قدرت نوصل اليوم ل 500,000 مشترك، نصف مليون. وهانت يا اختي على طريقه صدقات لي، كان غير كيضرب في الحومه ودابا ولاو الناس كاملين كيعرفوه. وهانت ولا كله فلوس. كتفهم والو في هاد الحومه هادي؟ البنت اللي كنهضر معاها كتسولني على زريقه. انت مشي البنات الفلوس كيسولوا على زريقه، شداش عنده فلوس ودريات كلشي كتصور معاه. الدنيا صاحبي شي عطاش وشي زويات واصح شي خلاش. والله الا هاد زريقه سعداتو عنده الزهر، دغيا طلع لي لاشين في يوتيوب وفي في انستغرام. اختي اش غادي نقول لك، هادي هي الثنيه، شي عطاتو شي زواتو ومعاد كي داتها وصل ليها يا اختي بالزربه. وبطبيعه الحال كتلقى بزاف ديال الناس كيهضروا فيك وشادين النميمه فيك، كيشوفوا غير القدام ديالك وانك وصلتي للحلم، ولكن ما كيشوفوش الطريق ديالك كيفاش دازت، المشاكل اللي دوزتي، الصعوبات اللي تحديتي، الحروب اللي دخلتي فيها والطعنات اللي جاو فيك، هادشي كامل ما كيشوفوش، كيشوفوا غير الجانب الايجابي. ولكن هادشي ولفتو مبقاش كيحطمني، ودابا عارف باقا تابعني بزاف ديال الخدمه وباقا طريق طويله قدامي، وعارفه كل غادي تكون مشاكل وصعوبات، ولكن كنوعدكم ما غاديش نستسلم، غادي نتقاتل حتى نوصل للحلم ديالي. حلمي انا جاي دابا نيت الوغ لي فاسي نديرها لا بلانيت، بديت من الضيو كان كيفي كيف كيف الناس، واش نديرو مع الحق هذا مقابلين غير نعاس، مقابليني انا وصل لحلامي ونديبها ما فاهمينيش، حالف بابي تنجيبها ما حاملينيش ما باغينيش نحقق احلامي، وانا ضد فيهم انا وصل نصوفي عشراني. جيبو الحديد جيبوا المطاوي والسطات فوقي دماغي كنجيب شي افكار من الفضاء، جيبوا حديد جيبوا المطاوي والسطات فوقي دماغي كنجيب شي افكار من الفضاء. طريقة طار حليلو جابتي على الاول ما بقى والو، حليلو غنجيب التاني ما كنحسش على راسي ديما كنعول، لي فانتاقو في وغنولي انا الاول. الو حلمي انا جاي دابا نيت الو غلي
فاسي نديرها لبلانيت ديش من الضيو تانا كيفي كيف كيف الناس واش نديرو مع الحق دارهم قبل غير نعاس قالو حلمي انا جاي دابانيت قالو غلي فاسي نديرها لبلانيت ديش من الضيو تانا كيفي كيف كيف الناس واش نديرو مع الحق دارهم قبل غير نعاس افكار جداد غنهزو بيهم النيفو حدي افلام كبار كاملين فيهم لي ديفو نمتو مع فتاة هاك جمع الفيوز شوية ديها بخدمتك وفوت عليك زريقة شوية زيرو كلاش غطيح بالكوع وتاني هادا اخر سطر ندوز ونسمعو الكوبلي التاني لمشيت بنيتك تشي خبيرك غادي مزيان كدير فعايل خرقتي راسك معايا بالبيان جيبو الحديد جيبو الماتيريال والسطات فوقي دماغي كنجيب شي افكار من الفضاء جيبو حديد جيبو الماتيريال والسطات فوقي دماغي كنجيب شي افكار من الفضاء من هالول الوالدة عرفتني البوس قالتلي ولدي تيخف علامك وسط مغوص قالتلي تانا راضي عليك بجيب الميري قلتلها مامتي ما تخافيش انتي يا اخي ودعي لي قالو حلمي انا جاي دابا نيت قالو غلي فاسي نديرها لبلانيت ديش من الضيو تانا كيفي كيف كيف الناس واش نديرو مع الحق دارهم قبل غير نعاس قالو حلمي انا جاي دابا نيت قالو غلي فاسي نديرها كيف الناس واش نديرو مع حقادهم قبل الناس قالو حلمي انا جاي قالو حلمي انا جاي.